أعربت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار عن ارتياحها الشديد لتشكيل المجلس الوطني السوري، ورأت فيه محطة تحول كبير في مسار الثورة السورية، مؤكدة بعد اجتماعها الدوري أن البطء العربي والدولي إزاء جرائم النظام ضد الإنسانية لم يعد مقبولا. تندد الأمانة العامة بالخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواء لملاحقة مواطنين سوريين أو للاعتداء على مواطنين لبنانيين، وهي تطالب الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها بوضع حد لهذه الانتهاكات. الأمانة العامة طالبت الحكومة باحترام القرارات الدولية كي لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض، ونأيا بالبلد عن العقوبات وحرصا على سلامة لبنان وأمان مصالحه. وفيما خص المحكمة الدولية، اعتبرت الأمانة العامة أن الوقت حان لتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الدولية، وذلك من خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء.